بينهم كيمياء ولايقين على بعض، وقال عنها نفسيتها حلوة وأحسن واحدة اشتغل معاها. فيا ترى إيه حقيقة ارتباط أحمد فهمي بروبي؟ وهل ممكن روبي تكون الزوجة الرابعة ليه؟ أخبار كتير انتشرت خلال الفترة اللي فاتت عن ارتباط الفنان أحمد فهمي بروبي، خاصة بعد ما عملوا مع بعض فيلم عصابة الماكس، وكلام أحمد فهمي المستمر عنها وإعجابه بيها. فيا ترى إيه حكاية ارتباطهم ببعض؟ البداية كانت مع ظهور روبي لأول مرة مع أحمد فهمي فيلمه الجديد عصابة الماكس، واللي لعبوا فيه دور اتنين بيجمعهم القدر وبيقعوا في حب بعض. فروبي وأحمد فهمي رغم إنهم ما مثلوش مع بعض في أي عمل فني قبل كده، لكن الكيمياء بينهم كانت باينة على الشاشة، وكان باين إن فهمي مستمتع بالتمثيل معاها جدا، وده اللي خلى الجمهور يتكلم عن وجود علاقة حب بتجمعهم هما الاتنين، خاصة إن أحمد فهمي انفصل عن هنا الزاهد من شهور وبقى سنجل، وروبي هي كمان منفصلة من فترة طويلة عن المخرج سامح عبد العزيز، والاتنين ظروفهم واحدة وشبه بعض جدا. ده غير إن فهمي اتكلم عن روبي بطريقة كويسة جدا لما اتسأل عنها، لدرجة إن الجمهور حسوا إن فهمي معجب بيها بسبب طريقة كلامه عنها، وقال في تصريحاته: روبي من أكتر الممثلات اللي في تفاهم ما بيننا، بنشبه بعضنا في التعامل، وعلى المستوى الفني أنا مش هقيمها لأنها فنانة كبيرة، وهي على الله خالص، وهي حد تاني خالص غير اللي على الشاشة، فحالها جدا، ونفسيتها فلة، وهي من أحسن الناس اللي اشتغلت معاها. وطبعا كلام فهمي عن روبي خلى الجمهور يقتنع إنهم داخلين على قصة حب جديدة، خاصة إنه سبق واتجوز 3 مرات قبل كده، لكنه فشل في تجاربه، وكمان ما عندوش مانع ياخد تجربة الجواز للمرة الرابعة، فقال في تصريحات سابقة لي: أنا داخل التجربة ومش ناوي أتطلق، أنا ببقى داخل رحلة جديدة وعايز أعيشها، وعايز ما أطلقش، وعاوز أكمل فيها، وعاوز ما أطلقش، بس الظروف بتوصلك لكده، ولو هشيل حد مسؤولية الطلاق فهكون أنا أكيد، لأن أنا مش مسؤول عن عيوبها، أنا مسؤول عن عيوبي أنا، ولو أنا بتكلم من وجهة نظري فكلنا بني آدمين وعندنا عيوب، وأكيد أنا بدخل التجربة مش ناوي أطلق، أنا ببقى داخل التجربة في رحلة جديدة، وتعلمت إن لازم يكون الطلاق دايماً بتحضر، فكان في جوازة طلاقنا كان متحضر ولحد دلوقتي إحنا أصحاب، وبنسأل على بعض، ففكرة الجواز دي مشروع لو ما ينفعش ملهوش علاقة بإن الشخص ده ينفع يبقى صاحبك ولا لأ، ممكن يبقى صاحبك ومش بيتين في السرير واحد، وممكن واحد صاحبك تشاركه في كافيه وما تشاركش صاحبك التاني، مع انك ممكن تكون بتحبه اكتر من صاحبك اللي شاركته. بس هو الموضوع اكبر بكتير من اننا نقول العيب فيا ولا فيها. يا ترى الجوازه الرابعه لاحمد فهمي هتكون من روبي، ولا فهمي هيكون ليه راي تاني؟